السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما نقصكم خير بإذن الله. مؤخرا كاينة واحد الأزمة ديال ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم كامل. غادي نتكلموا على راسنا هنا بالمغرب، المواطنين ولاو كيعيشوا واحد الأزمة خانقة بسبب ارتفاع الأسعار ديال كل شيء، ماشي غير المواد الغذائية، كاين ارتفاع أسعار المحروقات والأدوية وحتى الأواني والأفرشة وكل مستلزمات البيت، كل شيء ولا غالي أخوتي. ومنين كتسول على السبب كيقول لك راه كاين واحد الأزمة عالمية، وراه السبب راجع بالأساس لارتفاع التكلفة ديال الإنتاج بسبب غلاء المواد الأساسية. صبرنا ومازالين صابرين وكنطلبوا الله يحن علينا من عنده يا ربي، أمين. من جهة تانية أخوتي، أنه الإنسان الكبير ممكن يسمح في حقه وما ياخدش بزاف ديال الحوايج اللي كتعجبه، يعني الناس ولات كتشري غير الضروريات وكتستغنى على الكماليات. هادشي بالنسبة للإنسان الراشد، ولكن مني الأمور كتمس بالأطفال وماشي أي سن، كنتكلموا هنا على الرضع وحديثي الولادة. واش عارفين أخوتي أن الأزمة وصلتهم حتى هما مساكن، حتى هما هاد الرضع ولاو كيعانيو؟ هنا ما غايحسش بهضرتي غير الأزواج، خصوصا الأمهات اللي عاد ولدو. واش فراسكم أخوتي شحال ولا الثمن ديال الحليب ديال الرضع اللي كيتباع في لافارماسي؟ شحال هذا؟ على حسب العلم ديالي كان كيتباع ما بين 60 درهم حتى 70 درهم حسب النوعية الجودة والشركة ديال كل حليب وحليب. اجي نسولكم دابا، واش فراسكم شحال وصل الثمن ديال الحليب للفرماسيان؟ وصل سيادي 92 درهم، يعني زيادة اكثر من 20 درهم، شوية وغادي يكمل 100 درهم في الايام الماجية. وهنا كنتكلموا على حق ديال الحليب واحد، ممكن يدي لك يومين او 3 ايام على حسب النمو ديال الرضيع. ومنين هاد الحق ديال الحليب غادي يطيح على مولاه 92 درهم كل يومين او 3 ايام؟ فسولتكم هنايا فين غادي نوصلوا. واش فراسكم اخوتي كاينين اسر اللي تقهروا مساكن ولاو كيعطيو الحليب العادي لوليداتهم، الوليدات هنا الرضع، لان هاد الاسر ما قدروش على الثمن ديال الحليب ديال الفرماسيان. وهاد الحليب العادي بالنسبة للرضع هو خطير على صحتهم وغادي يتسبب لهم في مضاعفات على مستوى الجهاز الهضمي. احنا الكبار اخوتي وما كنشربوش على سبب المضار ديالو، عساك الرضع حديثي الولادة اللي خصهم يشربوه كل ساعة وضروري مؤكد لهم. اما احنا بالنسبة لنا الكبار فممكن اننا نستغنيو عليه وبلاش وبالنقص منه. من جهة اخرى، واش فراسكم كاينين دابا اباء كيشريو الحليب من الانترنت لوليداتهم الرضع حيت تما كيلقاوه ناقص شوية في الثمن؟ ولكن اخوتي راه عند رخصو كتخلي نصو، لان هاد المواد او هاد الحليب اللي كيتباع باغ انترنت كتبقى المواد ديالو مجهولة المصدر وما معروفش فين تصنع او الظروف فاش تصنع ومناش كيتكون، يعني كارثة بجميع المقاييس. واش الكبار اخوتي معذبين والرضع حتى هما مساكن غادي يتكرفصوا معنا يموتوا مساكن حتى هما بالجوع؟ راه هذا الموضوع ديال اليوم خطير، ماشي ديال تقرقيب الناب، راه بغينا المسؤولين يتحركوا في اسرع وقت ويلقاو شي حل لهاد الوليدات. راه حتى حد ما تيهضر، كلشي ساكت، كلشي مكمدها في قلبه وضارب الطم. وحتى نتوما اخوتي راه ما كتعاونوا لا بالبارطاج لا بالتعليق لا بتا شي حاجه. النهار كنهضروا على هيام او لا على نزار او لا غيرهم، كلشي كيدخل كيتفرج كيلايكي وكيبارطاجي. ومنين كنتكلموا على واحد الموضوع اللي هو حياه المواطن المغربي والمعاناه ديالو، حتى حد ما كيتفرج وحتى حد ما كيشجع. من جهه اخرى كلشي الشركات دون استثناء استغلوا هاد الظرفيه وكلشي زادوا في الاثمنه بحجه الازمه الاقتصادية. ما كاين لا أزمة لعبوا الريح، أنا بالنسبة لي كاين السرقة والرفع من الهامش ديال الربح على حساب جيب الشعب. ليس هناك أي مبرر آخر لهاد الزيادات المستمرة غير الطمع والجشع ديال هاد الشركات. دابا هاد الحليب اللي ولا الثمن ديالو ب 92 درهم للحق الواحد، قولوا لي بالنسبة للناس اللي خدامين ب 2000 درهم للشهر كيفاش غادي يدير لهاد الحق ديال الحليب؟ واللي خدام مياوم
طالب معاشو كي غادي يدير ليه؟ يسرق ولا يشفر ولا يقتل ولا شنو غادي يدير؟ يخلي ولده يموت بالجوع؟ ما تقولوش لي يا خوتي الرضاعة الطبيعية، كاينين امهات اللي كيعطيهم سيد ربي الحليب تتقدر انها ترضع وليدها ولا بنيتها حتى العامين، وكاين الام اللي الله يحسن العوان ما كيكونش فيها الحليب، كي غادي يدير ليه؟ واش وحده كتضرب الخبز واتاي والزيت للفطور وفي الغدا كتضرب لك جميله ديال المرقه وتمشي حتى للغد ليه؟ واش هادي غادي تطمع فيها يكون فيها شي حليب؟ واش الفقيره غيكون فيها شي حليب؟ كتسولوا على الرضاعه الطبيعيه. الرضاعه الطبيعيه راه بغات اكل متوازن، وجبات متكامله وغنيه بالفيتامينات وغنيه بالمشتقات ديال الحليب. وانت طامع ليا في وحده كاريه بيت مع الجيران واحلى غير مع ولادها اش توكلهم؟ هذه غيكون فيها شي حليب؟ كل شيء ولا غالي الا قيمه المواطن الا هي غدا وكترخاص وما بقى عنده حتى شي قيمه. واش عباد الله هذا الرضع يموت بالجوع؟ غير جاوبوني، هذا الرضع يموت بالجوع؟ واش حتى مسؤول ما فكر ليهم وما ضرب ليهم الحساب؟ هذا علاش الشباب ما بقاش باغي يتزوج؟ وهذا علاش الكوبل ما بقاوش كيولدوا؟ حتى فين غادي تزوج وفين غادي تولد والقضيه حامضه والطرح صعاب؟ بنادم يتكمش في دار والديه، ما بقى زواج، ما بقات بركه. نجيكم انا الصراحه خوتي كل شيء غالي غير اللي بغى يتكرفص على بنت الناس. والسلام عليكم. وحتى اللي تزوج، شوفي اختي ولا اخويا، واحد بركه وياك يغرك الشيطان، راه بربي حتى توحلي في الكوش وفي الحليب والدواء والمصاريف ديال المدرسه. واحد اجمعي وطوي باش تربيه تربيه اللي هي حسنه وتقدي على المصاريف ديالو. وانتم عارفين ان هاد الجيل معلال وكيمرضوا بزاف والمصاريف ديال العلاج ديالهم كثيره وكثيره بزاف. فقولوا لي يا خوتي مادن بهذا الرضع اللي كينتميو للطبقه الفقيره، الطبقه الهشه، مشكل الصحه، مشكل التعليم. بغينا نعرفوا شنو اللي وجدنا لهاد الاجيال الماجيه باش نستقبلوهم. راه هناك واحد الخلل اقتصادي خطير يقع ببلادنا. اذا هنا على المسؤولين انهم يديروا حل لهاد الازمات. راه المواطن تضرر وتضرر بزاف. في ظرف 3 أشهر انتقلت اسعار مواد حليب الاطفال التي تباع في الصيدليات من 71 درهم الى 92 درهما بزيادة فاقت 20 درهما، وهو ما دفع عددا من الاسر المغربية الى اللجوء الى الحليب العادي قصد اطعام اطفالها. وفي ظل هذا الارتفاع الملحوظ في سعر الحليب المعروض في الصيدليات، اتجهت بعض الأسر إلى اعتماد طرق أخرى لإرضاع أطفالها، من ضمنها اقتناء الحليب عبر الأنترنت واللجوء إلى أنواع غير صالحة للرضع تباع في المحلات التجارية. وسبق للفريق الحركي بمجلس النواب أن أثار ضمن سؤال شفوي هذا الموضوع قائلا أن هذا الارتفاع أدى إلى لجوء بعض الأسر إلى اقتناء الحليب عبر الأنترنت بسبب ضعف القدرة الشرائية، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة الأطفال نظرا لكون هذه المواد المقتناة عبر الأنترنت غير مراقبة. كما سبق لنواب الحركة الشعبية أن طالبوا وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن التدابير المتخذة لضبط أسعار حليب الأطفال بالشكل الذي يناسب القدرة الشرائية للأسرة المغربية. وقال مصدر من كونفدرالية صيادلة المغرب أن سبب ارتفاع سعر حليب الأطفال راجع إلى الزيادة الصاروخية التي شهدتها مختلف المواد الأساسية المنتجة للحليب، مرضفا أن السياق العالمي المتسم باضطرابات التصدير والاستيراد ساهم كذلك في هذه الزيادة. وأضاف المصدر ذاته أن غالبية الأسر المغربية أصبحت تتجه إلى الحليب العادي الذي يباع في المحلات التجارية لتغذية الأطفال الرضع، وهذا يشكل خطرا على صحة الأطفال الذين يستهلكون الحليب العادي، فهم سوف يواجهون صعوبات صحية في القادم من السنوات، خصوصا وأن هذه المادة صعبة الهضم مثل الماء،
وهو ما يشكل تأثيرا خطيرا على صحة الرضع. كما أرجع المصدر ذاته سبب ارتفاع سعر الحليب الموجه للأطفال إلى ضعف المخزون المنتج على مستوى الشركات الدولية المصنعة. من جانبه قال رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن مادة حليب الأطفال لا تدخل ضمن المواد المقننة الخاضعة لمنطق الطلب والعرض، إذ ليس هناك سعر محدد متفق عليه من قبل الصيدليات لبيع هذه المادة للمستهلك، داعيا الحكومة إلى التدخل لمراقبة الأسعار.